كغازي أهل المدينة من أمس نايمين في الفندق هذا اللي عندنا، ولا راحوا يبون مشروعهم يكتمل ولا راح يروحون لين يكتمل. مير إن شاء الله أن الليلة نكمله. يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. ها كيف نومة الطايف؟ والله ها ماش نوم، لكن ان الله يسر الامور ان شاء الله. احنا قلقانين بهالوقف. ليش ماش نوم؟ فان ان شاء الله ما نطالع من عندك الا ان شاء الله مكتمل 100%. ان شاء الله. بس ليش ما نمت زين؟ ليش؟ احنا نبغى نخلص ونروح عندكم. برد ما شاء الله. اهل المدينه ما هم متعودين على البرد. ما شاء الله امس يوم استثنائي ما شاء الله. موجه برد داهمتنا وحنا بنفسنا قلقانين. يا رب الله يسر الامور. تعرف الواحد لما يكون جاي في الزوم وهذا يقوم ياكل في نفسه ويشرب. لكن والله يا زينه من اللزوم يا غازي، والله اجر وفضل عظيم. تخيل يعني الواحد من يوم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك من الميقات هو محرم، وانت مشاركه في الحسنات في الصلاه في الدعاء في الاستغفار، وعاد ايام فضيله. يعني يوم عرفه يا غازي، انت تعرف يوم عرفه ان الله ينزل حتى للسماء الدنيا ويباهي بهم الملائكه ويقول اذهبوا اني مغفور لكم، اذهبوا فانكم مغفور لكم، ويستجيب الدعوات عشيه عرفه. تخيل انك مشارك مع الادم هنا كل تنقل في كل روحاته في صلاته في وقوفه في عرفة في طوائنين طواف الوداع ونين قادر وانت لك مثل أجره يا رب. وزيادة على ذلك يا غازي ما مش كلفه ارمي اللي عندك. دائما اقولها يا غازي، وش ما يضرك لو شاركت في 10,000 وقف، اي وقف ارمي اللي عندك. لا ما هو بلازم ترمي، خلي ابو 100 وخلي اللي رمى مليون وخلي اللي رمى 500 وخلي ارمي رياض. تقدر تدخل وتحط رياض، حط رياض، حط لك بكره مشارك في 1000 2000 وقف 5000 وقف حجه لك لو بريال. والله وبريال يغلب ابو مليون. إيه. عند النيه وعند العزيمه وعند انك ما تلقى غيره. انت يمكن ما تملك غير الريال هذا وحطيته، غير يملك ملايين حط مليون منها، ما علي منها انا، ما جيت غير الريال هذا وحطيته في سبيل الله. يا جماعه الله يخيبك الله. يا جماعه هذا المشروع العظيم اللي بيساعد اخواننا واخواتنا العاجزين عن الحركه في حجة الإسلام، وأنت السبب في ذلك، وصلنا فيه 30% بما تجود بيمينك من خلال تطبيق الراجحي لو بريال واحد اللي تقدر عليه. هاي يا بوش يا غازي، العبادة ذي من عظمتها تاريخها حتى ممتد من قبل الإسلام، من أيام إبراهيم والحنفية كانوا الناس تحج للحرم وفي رعاية قريش، وكان الشيطان يحاول إنهم ما يحجون ويعطل حجهم فما استطاع، فدخل عليهم الشرك والإبداع، وظل الوضع زي كذا لين اعتدت بكر على خزاعة وانفتحت مكة وجاء الحق وزهق الباطل. فالعبادة دي عظيمة من عظمتها. ابن عباس يقول لو إن الأمة في سنة من السنين لما حجت لخشيت أن تسقط السماء على الأرض من عظمتها. فالله الله حنا جالسين ندعم عبادة وتبرعات فيها من قبل الإسلام من شدة عظمتها. وركم من أركان الإسلام. وركم من أركان الإسلام ووصلها ممتد من قبل الإسلام. وموعود يا غازي، اللي لم يأمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كيوم ولدتهم. يمكن أحد هذولي إنه يرجع كيوم ولدتهم. بسببك أنت اللي تبرعت. بسببك أنت اللي تبرعت. هاي مضحي. عسى الأخلاق زينة اليوم. نقول إن شاء الله. فلكن والله أنا جالس أستشعر الشعور العظيم. يا أخي من أمس وأنا جالس أتفكر أنه الشباب يا أخي وصلنا إلى 30%، هنيالهم الله بالأجر هذول الأشخاص، كأنهم حججونا وكأنهم هم اللي حجوا بأنفسهم. فهنيالكم الله بالأجر وهنيالكم بالدعاء والتيسير والرزق. وربما هذه الصدقة هذه اللي أنت نفقتها على أخوك المسلم أو أختك المسلمة تفريج لكربة، تفريج لهم، تفريج لأذى، تفريج لشيء كبير مصيبة لك بتجيك في المستقبل بسبب هذه الصدقة البسيطة اللي أنت ما تسوى لو ريال واحد. ومضحي يا غازي يوم تشوفه ياكل في نفسه ومتحمس، لان هو عايش الوضع اكثر منه، هو معاشر الناس هذولي ومنهم اصدقاء له وزملاء له ومعايشهم اكثر منه وحاسب معاناتهم فعلا، فما يلام ان شاء الله. يا مضحي الامور طيبه بمشيئه الله. بعد صلاه المغرب بنحدث مع المسلمين اللي تبرعوا من خواتنا واخواننا الغالين، وان شاء الله ان الامور تبتؤول لخير. يا جماعه هذه جمعيه حركيه الحرمين بالتعاون مع وزارة الحج، شغلهم رسمي ومنظم وعلى أتم وجه، والله لا يحرمكم الأجر، وكل يساهم بما تجود به يمينه. يا أهلا الخامس عشر من رمضان، يقول الله تعالى في وصف ثمار الجنة في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان. وش معنى مدهامتان؟ يعني سوداء، ثمار الجنة من كثر ما سقيت وارتوت من الماء الصافي العذب صار لونها أسود، أسود ملفت للنظر ويثير التعجب، ولون يعني فخم جدا، يعني ناضجة، يعني جايدة بالحيل.
يا رب اجعلنا ناكل حنا وانتم والمسلمين اجمعين من ثمار الجنة ويصبح الحلم حقيقة. شكرا. اول ما تسعر بهم نار ثلاثة كلهم اصحاب اعمال جليلة، قارئ لقرآن، غني متصدق، ومجاهد في سبيل الله. فإذا جاء الله في فصل القضاء نادى الأول فقال ماذا عملت؟ قال علمتك كلامي وتلوت القرآن. قال تلوته فيك؟ قال كذبت. وقالت الملائكة كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤتى بالآخر فيقرره الله بنعمة المال التي أعطاه حتى أنه ما احتاج لأحد من عباد الله ووصل رحمه بهذا المال، فيقرره الله بالنعمة فيقول يا رب جعلتها في سبيلك، يا رب وصلت بها الرحم، فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت. قال إنما فعلت هذا حتى يقولون متصدق فقد قيل. ثم يأتي بالثالث وقد جاهد في سبيل الله لتكون راية الله هي العليا، ثم يؤتى به فيقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت وقالت الملائكة كذبت، إنما جاهدت حتى يقولون شجاع. فالله عز وجل ينبه في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يا أخوان في هذا الزمن الذي فيه من مواقع التواصل وغيره وغيره، أصلحوا أعمالكم، اجعلوها خالصة لوجه الله، والله إن النية لتتقلب. وأسوق على مسامعكم هذه القصة عجيبة جدا. الإمام المواردي من أئمة المسلمين الأعلام، صاحب تفسير النكت والعيون، ألف المؤلفات وجعلها في مكان ما أخرجها للناس، ثم قال لأحد طلابه إذا بلغت سكرة الموت فامسك يدي، فإن قبضت عليك لا تخرجها، وإن تركت يدي فأخرجها. فيقول فلما أدركه الموت ترك يده، فأخرجت مؤلفات، ما خرجت مؤلفات إلا بعد ما مات. من الأنبياء يوم القيامة يؤتى لا يعرف، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فما لا داعي تعمل العمل تريد به وجه الله وأنت تريد مدحة سين وصاد. لا تفرح بالناس، فاليوم يمدحونك وغدا يذمونك. جعل عملك خالص لله حتى تجد الثواب من عند الله عز وجل. بشر الشيخ مضحي وجهك ابو النصر، هذا من طيبك ومن طيب متابعينك، رحم الله والديكم. اللهم ما شاء الله تبارك الرحمن، البشائر والخير. بشر الشيخ مضحي وجهك ابو النصر، هذا من طيبك ومن طيب متابعينك، رحم الله والديكم. اللهم ما شاء الله تبارك الرحمن، البشائر والخير. فقبل ما ابشركم بقول لكم شيء بسيط جدا. فزميل لي من ذوي الاعاقه، قصه واقعيه وحاصله، والله تزوج أخت زوجة أخوه، توفى الله يغفر له ويرحمه، فحب أنه يعيل عيالهم الأيتام ويربيهم ويكبرهم، وشال هم ثقيل وحمل ثقيل، وفي الحقيقة حب أنه هو اللي يحج ويحجج زوجته ويحجج عيالهم، وصارت فيه الكلفة عالية وصارت فيه التعب عالي وصار فيه الجهد كبير والمسؤولية صارت أكبر. فقال يعني شلون أنا أحج خصوصا أنا معاق، ما في تيسير ما في تسهيلات لهذا الأمر ذا كله. ويسر الله الأمر الجمعية وقدم عليها وحطت المسؤولية بشكل كامل من الألف إلى الياء، من طيران من سكن من تيسير من حتى رمي الجمرات من ما شاء الله ما شاء الله. هذا كله فضل إيش؟ فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الناس الداعم إلى الخير. الله يكتب أجركم، الله يجزاكم كل خير على وقفتكم وعلمكم الطيب والغانم، الله يسعد هذه الوجهة الطيبة. اللهم آمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كملناها اليوم ما شاء الله تبارك الله. وصلنا 50% ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضلكم أنتم وفضل ثقتهم فيك حتى أنت يا أبو النصر، على علمك الطيب ووقفتك الغانمة، الله يرحم والديك ويجعل في موازين حسناتكم جميعا. اللهم الله يجود عليهم. وفوقها بعد فوقها بعد يا شباب أبيكم تفرحون أكثر، وصلنا إلى 60%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. فضل طيب، وهذه شعائر إيمانية، وهذا يدل على التكاتف، اليد واحدة،
اخوان كمسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ندعم اخواننا واخواتنا ذوي الاعاقه، وانا واحد منهم وخدامهم الصغير وحاسب الحرقه اللي هم جالسين يعانون فيها. ممكن في يتيم مش قادر يروح وهو من ذوي الاعاقه، فقير مو قادر يغطي كلفه التكاليف الحج، يعني في امس الحاجه. الرسول وصفهم قال مثل المؤمنين في تواضع متراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمه. نعم. هذا هو ديدن اهل الايمان والمسلمين. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد. عندكم بعد خبر ثاني، احنا في شهر الخير وهم اهل الخير. اللهم اللي يمدون هذا ترى مال الخير، بس اللي يمدون في المستقبل 70 ابو النصر ابشرك انها وصلت 70%. ما شاء الله ما بقي الا 30% ويكتمل هذا المشروع العظيم. يا جماعه تبرعت عن امك وابوك يا ابو؟ والله تبرعت، والله لا يكتبها، والله لا يكتبها. الله يكتبها. والله انا انت عبدي وانا ربك من شده. يا قلبي يا ابوي تبرعت، والله يكتبها لنا وان شاء الله ولهم. اللهم وان شاء الله انها تضاعف وتصير لهم. ولا في هذا خير، ما من اللي ما تبع وش يتبرع به الخير، هذا خير في شهر الخير. كل انسان لو بريال واحد وجوالك في جيبك من بقوع العالم، لو انك في امريكا دق بريال وجا في الجمعيه هذه، لا يحتاج تروح ولا تنشد ولا شيء، من الجوال ادخل على الرابط ولو بريال واحد. الله يجزاك خير. وش ابشرك يا ابو غازي؟ خير ان شاء الله. اللهم لك الحمد، فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل المتابعين ومساهمتهم في الاجر العظيم الكريم، عسى الله ان يحقق اماليهم واحلامهم. الان ما شاء الله تبارك الرحمن وصلنا الى 80%. ما شاء الله يا جماعه ما بقي الا 20% ويكتمل هذا المشروع. لا الساعة 12 صلوا التراويح، والساعة 12 ان شاء الله قد انتهت. يا رب الله يجزاكم خير. فضلهم ثقتهم، الله يكتب اجرهم، يدل على انهم يعملون الخير ويقولون الخير يبادرون بالطيب. ما شاء الله تبارك الرحمن في اطهر بقاع الارض، الله يكتب اجرهم يا رب. اللهم امين، جزاك الله خير.